عليكم مساء الخير على الجميع. موديل يعتبر حديث 2010 فورد سوبر دوتي غمارتين. نشرح لكم على السيارة بالكامل وبتنزل في مزادنا لمدة 4 أيام. الرفارف هذه أضافها المالك، الكفرات والجنوط واللد كذلك الأمامي. سيارة جميلة وغمارتين وبيكاب، صراحة شيء جميل. الأشياء اللي عملها صاحب السيارة اللي هو تغيير جميع زيوت السيارة، تغيير مساعدات، تغيير أقمشة الفرامل، كذلك في كاميرات أمامية وخلفية، وكذلك عازل حراري من جونسون. هذه نقطة. الشيء الثالث، السيارة عليها برمجة استهلاك وقود، كذلك في برمجة عزم الماكينة، وفيه الجنوط الإضافة الجديدة والكفرات هذه، إضافة مخرج كمان دحين نصور لكم. هذا هو اللي هنا مع دبة رياضية، طقم شمعات وصطبات ليد. القطع اللي من الوكالة موجودة مع المالك اللي يبغاها. فهذه السيارة زي ما انتم شايفين راح نوريكم حالة الصبغ بالجهاز وتزاود وانت مرتاح، وهذا اللي عودناه متابعينا ان نوريكم السيارة بالكامل وبالجهاز الفحص. طبعا هذا المخرج حق الشكمان اللي يقصد المالك، وهذا هنا ودبة رياضية. الموتر صبغ الوكالة عدا الرفرف اللي هناك، اللي هنا راح نوريكم بالجهاز. الجهاز يقرأ لنا قراءة طبيعية عدا الرفرف اللي هناك. هذه القطع كلها جابها المالك من أمريكا، الرفارف، الجنوط، الكفرات، راح تكون في مزادنا لمدة 4 أيام. راح نصور السيارة بالكامل. هذه السيارة احنا صورنا لكم صور بالكامل، لا يوجد مشاكل في الباب، حكة بسيطة هنا زي ما انتم شايفين. اوكي يا اخوان، عندكم هذه الداخلية، فيه هذه ملاحظة هنا وهذه ملاحظة. اوكي، داخلية الموتور من هنا. الموتور ماشي 110,000 كيلو. في ملاحظات في الباب اللي هنا، بعض الحكات، اوكي، واللي هنا سوبر دوتي. كذلك في ملاحظة هنا يا اخوان، اوكي، انتم شايفين هذا اللي نشوفه. جميع اوراقه موجودة. داخلية سليمة، المحل هذا اللي هنا. أوريكم الجهة الثانية. تعالوا نوريكم الماكينة، هو F350 سوبر دوتي. تفتح من هنا. هذه الماكينة 8 سلندر، السقف شغال في السيارة. تعال من هنا، لا يوجد مشاكل. تعال نوريهم من هنا. هذا مقاعد السيارة، بعض الملاحظات البسيطة هنا في المنطقة هذه، غير ذلك شيء بسيط هنا. اوكي يا اخوان، نوريهم الداخلية من هنا، نشغلهم السيارة الآن. بسم الله. هذا الممشى يا اخوان، 110,000. نحن نوريكم طبعا زي ما انتم شايفين في شاشة خلفية وشاشة أمامية.
هذا الممشى 110,348. هذا هنا الستيكر شايفين؟ نوريكم الجهاز حالة الصبغ. وهنا يعطيك 110، هذه قراءة طبيعية 130. هنا اللي فيه رش 260، هنا في رش وهنا في معجون. المنطقة هذه جهاز ما يقرأ. اوكي يا اخوان، وريهم الجهاز الثانية. مية وثلاثين طبيعي، 130، 120، 120، 100. كامل الموتر طبيعي. الآن نسوق السيارة. شو هذه كاميرا أمامية يا أخوان، أنت رايح قدام هذه كاميرا أمامية، أنت راجع ورا كاميرا خلفية. أوكي، الموتر راح ينزل عندنا. أي سؤال أي استفسار يا أخوان حياكم، سواء اتصال واتساب أو إيميل، إحنا موجودين في الخدمة ونشوفكم على خير.